أستاذ الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الإرشاد في المركز القومي. طبعا كانت مفاجأة كبيرة ظهور فيروس الكورونا الجديد في الصين في منتصف 2019، وسرعة انتشاره من الناس هناك في مدينة ووهان. احنا طبعا تابعنا الموضوع وتابعناه بعناية شديدة لحد ما بدأت تطلع الأبحاث من هناك من الصين، تعرفنا الفيروس ده ايه. أول ما عرفنا ايه فكرنا إن احنا في خطتنا للتأهب في المركز القومي للفيروس إن احنا نحاول زي العالم كله ما شغال نحاول نطلع نعمل لقاح له. وكان لينا سبق في إننا عملنا لقاح للمرس كورونا، خلص معمليا والمفروض يدخل في الكلينيكال ترايلز اللي هي التجارب الإكلينيكية. فقلنا ناخده بنفس البروتوكول ده وننفذه. وفعلا بدأ نشتري المواد اللي هنشتغل بيها والكيماويات اللازمة. بدأنا نعمل الديزاين بتاع التصميم بتاع الفيروس اللي هنعمل فيه تعديل، وهو H1N1. ويعني جال العمل. يعني حضرتك حاليا بتعد لإنتاج لقاح لكورونا الجديد؟ أيوة. بدأت يا دكتور فعلا الإجراءات ولا لسه؟ مجرد إن احنا نبتدي نشتري الحاجات فدي البداية، لأن مش هنقدر نبتدي لما يكون عندنا الأدوات الشغل. وحاليا هتحضروا الفيروس في المعمل؟ هنبتدي نشتغل إن شاء الله فيه وربنا يوفق يعني.